فالوطنية للمطاحن السيد وديع الغابري على النقص في التزود بالقمح ولنجم بطبيعة يأثر على التزود بمادتي الكسكسي والمقرونة. سي وديع أهلا وسهلا ومرحبا بك، رمضانك مبروك. أهلا أهلا مرحبا. شكرا يفضلك، مرحبا بك. عندنا مشكل في التزود بالقمح، شنو المشكلة؟ عايش بربي ساعة، أنا مدير الغرفة الوطنية. مدير الغرفة الوطنية، مرحبا بك. مرحبا عايش، تفضلي. المشكلة ثم نقص في التزود بالقمح، صحيح ما تماش نقص في تزويد السوق بالمقارونة والكسكسي، خاطر موجود عنا في ستوك هكا ولا؟ خاطر موجود عنا، ياتك صحة، موجود عنا في ستوك. احنا القمح وبعدها ديوان حبوب نقصلنا 10% في جام قمح الصلب، و10% قمح لين في شهر فيفر. والتنقيصة الكبيرة اللي احنا خفنا منها اللي هي التنقيصة متاع 31% في شهر مارس، اللي بيكون عندها انعكاس على توفر السميد وعلى توفر المقرونة والخسكسي. معناتها جملة جملة 51% تقريبا من اللي كوتا متاعكم نقصوا هكا ولا؟ لا بقى 10 10 31 لصالح الفارينة، اي نتاع الفارينة. اما في القمح الصلب عندنا 41% نقص ما بين جونفي ومارس. النقص هذاك ما ظهرش في السوق على خاطر المطاحن زودت السوق بالستوك نتاعها نتاع السميد، وكذلك مصانع العجين خرجوا الستوك، واحنا بطبيعتنا محضرين رواحنا لرمضان، ماناش محضرين رواحنا للنقص بالشكل هذا. خاطر احنا نبدو نتزودوا من اول الشهر، يبدا التزود مضطرب بالنسق نتاعو، هذاك ما يساعدش لا المطاحن لا مصانع العجين، خاطر مصنع العجين يلزموا على الاقل كميه نتاع 7 10 ايام باش ينجم يخدم دون فاسون كونتيني، خاطر كان يخدم نهار ويقف نهار ويقف اكثر السلعه تمشي في الديشي. وكذلك المطحنه راهي موتورات كبار، وواحد يلزمهم كي يخدم باش يواصل العمل على الاقل لمده 3 4 ايام. احنا بالطريقه اللي نزودوا بها توا من عند ديوان الحبوب اللي نخدموا نهارين ثلاثه ونقفوا نهارين ثلاثه ماهيش منتظمة، وخايفين للشهر هذا زادة ينقصوا في الكميات الممنوحة للمطاحن سيرتو في القمح الصلب، خاطر القمح اللين احنا متهنين باش يعطيونا كميات كاملة بحول الله. بعد احنا في القمح الصلب هي 41% نقص، معناتها ما زلت فما إمكانية نزيد ننقص أكثر؟ فما إمكانية باش ينقص، خاطر توا احنا من هنا للصابة ونرى دي ديفيكولتي. انا صابة سي وديع، قالك سنة ما فماش صابة، معناتها فماش، قالك سنة لا بلي دي تكفينا حتى شهر شهرين ثلاثة خدمنا شوية، معناتها وين اي خدمنا شوية، حتى احنا اللي نخدموا فيه كله مورد، وتعرف احنا ديوان الحبوب هو المزود الوحيد نتاع والمطاحن هي اللي تزود مع مصانع العجين ولا اي. شنو هي دعوتكم اليوم لشكون؟ رئاسه الجمهوريه، رئاسه الحكومه، لشكون؟ احنا كاتبنا وزاره الاشراف اللي هم وزاره التجاره وزاره الصناعه، كل شهر نعمل لها رابور نقولوا لها وقداش نقص لنا، وراهو ماذا بينا ما توصلوش باش الستوك نتاعنا نستهلكوه. اخر مراسله بعثناها الجمعه اللي فاتت للزوج وزارات وقلنا لهم راهو الستوك نتاعنا استهلكت المخزونات نتاعنا، بالتالي الرجاء دعوة ديوان الحبوب أن يوفر لنا كامل الكمية خلال شهر أفريل، إن شاء الله يستجيبوا للطلب نتاعنا وإن شاء الله. إذا كان لا قدر ربي ما استجيبوش، معناتها نجموا ما نلقاوش لا كسكسي لا مقرونة في الأسواق؟ بالتفاصيل تلقى نقص كبير، فهمني، إذا كان القمح ينقص 30% معناها راهي المقرونة والكسكسي ينقص 15%. إذا كان يزيد ينقص توا 30% أخرى، باش تزيد تنقص 15% أخرى. معناتها 30% نقص. إيه، معناها ديما النقص باش يظهر، احنا مازال الحمد لله مازال ما ظهرش في السوق. وقتاش نحسوه؟ إذا تواصلت خلال الشهر هذا نحسوه نبداو؟ إذا كان الشهر هذا، إذا كان ينقصونا الشهر هذا، إذا كان من هنا لآخر الشهر ما ناخذوش كميتنا كاملة، راهو باش يظهر في السوق، ديجا السميد بدا يظهر شوي. اما باش تظهر حتى المقرونه والخسكسي اللي ثم نقص اللي ريعوا نتاع المكاسينات ولا في عندي. ربي قدر الخير وان شاء الله يستجيبوا ويجيبوا لنا القمح ويجيبوا لنا القمح الصلب واللين. شكرا يفضلك، يعطيك الصحه سيد وديع الغابري مدير الغرفه الوطنيه للمطاحن.